نفوق عشرات رؤوس الأغنام وانهيارات طالت بعض الفصول الدراسية والمنازل والأعرشة بسبب تهاطر الأمطار في الحوضين. فقد أفادت النشرة الصادرة عن اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة تسيير الطوارئ التابعة لوزارة الداخلية أن الأمطار والعواصف تسببت في نفوق قطيع من الغنم كانت تحتمي داخل عريش قبل سقوطه بسبب سقوط فصل في مدرسة بقرية الكيل التابعة لمركز عوينات الزبل الإداري بمقاطعة جيجاني. وفي المقاطعة نفسها وتحديدا في قرية مولكدور بالمركز الإداري ذاته أدت الأمطار إلى نفوق قطيع آخر كما سقط خزان الماء في القرية ذاتها. وفي قرى الدفعة وبوغادوم والكيل وأملكدور أدت العواصف المصحوبة بالأمطار إلى تضرر ما يزيد على 100 مسكن بعضها مشيد بالطين والبعض الآخر مجموعة من الأكواخ والأعرشة. وفي بلدية إفرني بنفس الولاية انقطعت خدمة المياه عن سكان البلدية بعد تلف 32 لوحة من ألواح الطاقة الشمسية التي كانت تشغل خزان المياه.